هذا ولد تونس، هذا ولد تونس، ولدي مريض ولد تونس راهو ما ولد حد، ولد تونس يلزم يوقفوا لي معاه. ما فهمتش على روحي ونشب وننطح، عنده عروق تهز وما ترجعش. 300,000 ناخذ في الدول ولدي كل شهر، بنتي تقرا في الليسي تقرا في سبيدري مقطع. قالت يا بابا نبطل ونخرج نختي. ظروفي على الاخر على الاخر على الاخر، والله الليله على الليله نبات بلاش. عندي ولدي مريض، مريض بالاعصاب، عمره 13 سنه وانا نعاني فيه من الصغر، من اللي ولد لي هو مريض بالاعصاب نعاني فيه. فظروفي ما تسمحش، وصلت واني زدت مرض في جرت ووصلت، ومعناها 13 سنه ما عادش نجم حتى نخدم في المرمه، ما نجمتش نخدم المرمه. تعبت سقايا، عندي مرض في سقايا، فهمتني. نحن خمسة في العائلة، ما دخل ما عندي حتى مدخول. عندك الكرني الأبيض ناخذ به في الدواء ب 300,000، 300,000 ناخذ في الدواء لولدي كل شهر. ها؟ عندك المنحة نتاع الكرني 220، ناخذ نكمل عليها وناخذ الدواء لولدي، فهمتني، ناخذ الدواء لولدي. معناها بنتي تقرا في الليسي تقرا في سبيدري مقطع. قالت يا بابا نحب نبطل، فهمت، تحب تبطل، فهمت. معناها المراه تشوفوا لها، معناها نهار تخدم، نهار تخدم تغسل جهه العباد، تهزها مره تسيق لهم مره، فهمت. انت ولدك تنزل يوميا للمستشفى؟ اي يوميا للمستشفى، تو بركه كان في المستشفى. نطلب من السيد الرئيس ونطلب من الدولة يلزمها تعاوني وتوقف لها مع ولدي، يلزمها توقف لها مع ولدي. عندي كرام مش خالص، كراية 300,000، ولدي ياخذ في الدواء ب 300,000. ظروفي على الاخر على الاخر على الاخر، معناها عايش من باب ربي. والله الليلة على الليلة نبات بلاش، والله وراس خويا الليلة على الليلة نبات بلاش. معناها ما نحكيش لك حتى شيء، تو بركة ولدي هو كان في السبيطار، فهمتني، هاني هزيته انا وامه من الصباح، من الخمسة نتاع الصباح انا مروحين تو، فهمت. سيرتيفيكات ها هما معناها نتاع ولدي ونتاعي، انا ثان مريض عندي، يعدي في باب سعدون ويعدي في عند في الطبيب الاعصاب. عنده عروق تهز وما ترجعش في راسه، في راسه عنده عروق تهز وما ترجعش. كان يقرا فك الجمعيه في الورديه، بطلوا لي على جال 100,000، قالوا لي تدفع 100,000 سبع سنين يقرا بلاش. جات تبدلت مديره قالت لي لا يدفع 100,000، عملوا ما قراش. شنو الطلب لهنا سمحت هذه؟ شنو الطلب السلطات؟ طلب السلطات تتدخل، معناها تتدخل. هذا ولد تونس، هذا ولد تونس، ولدي مريض ولد تونس راهو ما ولد حد، ولد تونس يلزم يوقفوا لي معاه، يرجع يقرا ويرجع يقرا، يشوفوا الذرية هل انا ما عادش نجم حتى شيء، فهمتني، ما عادش نجمنا. طيب طالب من رئيس الجمهورية، معناها مش فوق اللازم، معناها فقر بالوقت، فقر بالوقت. نمشي للمعتمدية نتاع الجبل الجلود، يقول لي هاي كردونة معناها فيها طرف مقارونة طرف واحد، ويقول لي بنروح بعد شهرين بعد ثلاث، فهمت. ونقول له ولدي عاوني على ولدي، راه ولدي مريض واخذ الدواء ب 300,000. قال لي لا ما نجموش نعاونوا نحن، المعتمديه ما فيها شيء، فهمتني، ما عندناش. تو برك من السبيطار تعديت الشؤون الاجتماعيه، هي قال كيف كيف الشؤون الاجتماعيه هنا، قالوا لك لا خويا ما نجموش حتى شيء، فهمت. ما فهمتش على روحي ونشب وننطح. هذا ما نقول لك، هذا ما نجاوبك، معناها الحل. بنتي تقرا في الليسي، قالت يا بابا نبطل ونخرج نختي. شو تقرا هي؟ تقرا تاسعه ثانوي. خليها تقرا، فهمت؟ وليد عمي والله اللي شيء يطلع. ماذا بيا تقرا؟ ماذا بيا ولدي يقرا؟ حتى هذا يوم ماذا بيا يقرا؟ فهمتني؟ الظروف، أنا ما عادش نجم، ما عادش نجم، ها والله سقايا. صادق ها هي سقايا، وتو نوريك الأوراق، عندي عرق مسدود. قالوا لي أقل حاجة يصير لك فويتي ولا يضرب لك العرقرة معناها ترسي لك في مشكلة. قالوا لي ما تدريش العرق يضرب لك في عينك، في خشمك، في فمك، فهمتني، ما نعرفش على روحي، فهمت. أعطيني دواء الشهر ب 300,000، الشهر لا لقيناه النهارين تو.
مش ناكل بيه. قلت لهم خلي تضرب عرق ولا زوج ولا ثلاثه، ما عندي حتى شيء. فهمت؟ ربي معايا بالطبيعه، ربي معايا وربي هو قاعد يشوف كل شيء، كل شيء قاعد يشوف ليها ربي.